حكم من قال بأن إبليس ليس بكافر وأنه أقسم بعزة الله؟ وقول الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هل يقول ليس بكافر؟ يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه كذب القرآن. وإقسامه بعزة الله لأنه يعرف أن الله عزيز فأقسم بعزة الله عز وجل. وهو أيضا قال إني أخاف الله رب العالمين، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، لكن هذا ليس خوف عبادة، هذا مثل ما نخاف نحن من الذئب والسبع وما أشبه ذلك. قل لهذا الأخ اللي قال لي قل يتوب إلى الله عز وجل، اسمع يا رجل، قل لهذا يتوب إلى الله عز وجل ولا يكذب كلام الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مش بعد غير هذا الشيء.